الذي تم فيه مشاركة أكثر من 80 متسابقا موزعة حسب 8 أشواط حسب السن، وهذا لا غرو على الولايات العربية المتحدة الشقيقة أن تقوم بهذه المبادرة وتشجيع الكسابة في هذا الإقليم محليا ومن خلال المحلي إلى الجهوي ومن خلال الجهوي إلى كل الجهات الجنوبية. الهدف من هذا السباق هو يعني الرجوع والتقاليد والتورات المنطقة. لاحظتوا على أن مجموعة من الشباب هي اللي تركب، وعلى أنها ما شاء الله عندها تدريب يعني رائع، أكيد على أنه الحمد لله هذا النوع من السباقات احنا كان يعني بحاجة له، واليوم طنطان صبحت فيها محترفين اللي يمكن يشاركوا في سباقات دولية ولله الحمد على أنه اليوم صبح واحد الرياضة ما كنا نعرفوها شحال هذه تخلينا عنها. جوائز وتتويج للفائزين في ختام هذه المسابقة التي تساهم في الإعداد الجيد لممارسي هذه الرياضة الشعبية قبل المشاركة في منافسات موسم الطنطان، الحدث الذي يعود له الفضل في إعادة إحياء هذه المنافسة التراثية. انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب كونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الاثنين على أرضية ملعب أويم برسم منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعة الثالثة ضمن نهائيات الدور لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم والمقامة بالغابون إلى غاية يوم 5 فبراير القادم. رياضيا دائما تشكل كرة الطاولة إحدى الرياضات الحديثة بمدينة الداخلة، والتي أضحت تعرف إقبالا متزايدا من طرف شباب المدينة، إقبال يوازيه تأسيس العديد من الأندية المهتمة بهذه الرياضة. بكر دريمي ومحمد التاس. كرة الطاولة تزدهر بمدينة الداخلة، العديد من شباب المدينة يتعاطى لهذه الرياضة التي لم تكن معروفة حتى وقت قريب. اجتماعات متتالية من المسؤولين عن القطاع والجمعيات الناشطة في مجال كرة الطاولة، والهدف تطوير هذه الرياضة والمساهمة في انتشارها بشكل كبير. تبادلنا عدة أفكار مهمة اللي تنشط اللعبة في المناطق الجنوبية وخاصة في مدينة الداخلة الجميلة لأول مرة نكتشفها، وإن شاء الله غادي نديروا فيها برامج سواء تكوينية لفائدة الشباب المحلي، وكذلك بطولات إن شاء الله سواء نهاية كأس العرش اللي غتكون في هذه المدينة، كذلك النهاية ديال سيركوي ناسيونال. الجامعة جات كتخطط معنا وكتبرمج معنا المستقبل ديال هذه الرياضة إن شاء الله للشباب ديال المنطقة، وكيف ما كتلاحظوا هم على أتم الاستعداد باش يداروا تظاهرة وطنية ودولية بخصوص هذه الرياضة. ارتأت العصبة بالتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للكرة الطاولة إلى عقد لقاء تواصلي مع أندية الداخلة من أجل تعريف برياضة كرة الطاولة. تم تأسيس الحمد لله اليوم نادي كرة التنس الطاولة لانخراط وتكوين شباب جهة في النوع من الرياضة، وبشرفونا إن شاء الله في البطولات الوطنية والدولية، ومقبلين إن شاء الله على بطولات وطنية ودولية في هذا النوع من الرياضة إن شاء الله. دورات تكوينية في هذه الرياضة من خبراء وممارسين للعبة استفاد منها عدد من ممارسي هذه الرياضة بالإضافة إلى الجمعيات الرياضية. الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة بشراكة مع نادي القسم مدينة الداخلة ونادي الداخلة لكرة الطاولة هم اللي شارفين على هذا الدوري. مدينة الداخلة عاصمة الرياضات بالأقاليم الجنوبية، تعرف انتعاشها في مختلف الرياضات، وهو ما سيساهم في خلق جيل رياضي يساهم بدوره في المنافسة في مختلف البطولات الدولية في شتى الرياضات وكرة الطاولة على الوجه الخصوص.
احتضنت مدينة أسمرة منافسات البطولة الجهوية المؤهلة للبطولة الوطنية الشطرية في تقنية الكاطا. المنافسات من تنظيم اللجنة المؤقتة لعصبة الساقية الحمراء للكرط والأساليب المشتركة بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة. تفاصيل أوفى في سياق متابعة يوسف زعوطي ومبارك الحسن. القاعة المغطاة مقصد عشاق الكاراتيه والفنون القتالية عطلة نهاية الأسبوع، والحدث منافسات البطولة الجهوية في تقنية الكاطا، موعد شد إليه أجود الأسماء من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب. القطاع الوصي بمعية العصبة المنظمة لهذا الصنف من الرياضات القتالية جندوا الأسنية والتحكيمية ضمانا لتكافؤ الفرص وإعلاء لقيم الاستحقاق. اليوم كنشوفوا بان هذا النوع ديال الرياضه اللي رفع واحد النقله نوعيه على مستوى اقليم سمارة وعلى مستوى جهه الصحراء، ما يعني ما يمكن لنا الا طبعا نثمنوا ونشجعوا هذا النوع من الرياضه ونقدموا كافه المساعدات الممكنه لهذا المجال ديال الرياضه. قبل اسابيع كانت هذه اللجنه يعني قامت بدوره ودورات تكوينيه وتدريب في مختلف المدن التابعه لها، هذا الشيء اعطاء الاكل ديالو. اليوم الحمد لله جميع المدن مع حاضران، مدينه الداخله بوجدور والسماره والمرسى ومدينه العيون، الكل حاضر هنا والكل يتنافس من اجل الظفر باحدى المناصب المؤهله للبطوله الوطنيه الشطريه. وعلى بساط النزال تفنن المشاركون في قتال خصوم خياليه الغلبه فيها للاعلى تركيزا والادق تقنيه، منافسات تؤهل فعليا اجود الاسماء بالجهات الجنوبيه في رحلة لقب البطولة الوطنية الشطرية المزمع تنظيمها بمدينة الانبعاث أكادير الأسبوع الحالي. جاءت لتؤكد المستوى المتألق والرائع للممارسين والذين أبانوا عن إمكانيات وقدرات عالية، سواء على مستوى اللياقة البدنية وسواء على مستوى كذلك التقنيات وسواء على مستوى التركيز، وهذا كله يؤكد أن هنالك تأطير جيد على مستوى الجمعيات. نتوقع إن شاء الله خلال البطولة الشطرية وخلال البطولات الوطنية التي ستقام كل مدينة أكادير ومدينة الرباط إنجازات وتألق لأبطال الأقاليم الصحراوية. إحنا شاركنا اليوم في السمارة وربحت في بطولة جهوية وتأهلت أكادير، غنمشيو غنلعبوا في أكادير. قبل شاركنا في واحد البطولة قبل مع السمارة وإن شاء الله ربحنا، ودابا شاركنا في واحد البطولة الجهوية تلاقينا مع منافسين جداد وتكلاسيت المرتبة الثالثة، وإن شاء الله غنمشيو للبطولة ديال أكادير إن شاء الله ونجيبوا فيها إن شاء الله الكأس إن شاء الله. 64 بطلا عن 8 فئات من صنفي الذكور والإناث حجزوا بطاقة العبور من منافسات البطولة الجهوية الكاطا، موعد بصم في ختامه القائمون كما المشاركون على حنكة التنظيم واتساع قاعدة الممارسة الرياضية بالأقاليم الجنوبية. قطاع الشباب والرياضة يشهد قفزة نوعية بإقليم السزاك، حيث تم تهيئة العديد من الملاعب الرياضية على مستوى الإقليم لتلبية انتظارات الممارسين. محمد مصطفى خياء وصالح أرقبي. هام لمختلف الفعاليات المحلية أسسك ضمن المشاريع والمخططات الرياضية والرمية للنهوض بأوضاع الإقليم. في هذا المجال فتم دعم الفرق والأندية الرياضية بالإقليم، واستفادت أكثر من 22 جمعية رياضية من الدعم المالي برسم 2016، كما تم تخصيص منح مالية تحفيزية للفرق وتنظيم مجموعة من الدوريات الكروية وتأهيل الملاعب الرياضية وتعزيز الشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة من أجل تهيئة الملاعب الملحقة بدور الشباب بآسة والزاك. كل هذه المؤسسات الرياضية من شأن رقي بالجانب الرياضي بالإقليم، كذلك الرفع من الخدمات التي نقدمها للأطفال وللموهبين في هذا المجال. هي مجهودات جبارة فيما يخص القطاع الرياضي، بدءا بالمنشآت الرياضية كما تعلمون الملعب ديال الوحيد اللي كيمارسوا فيه الأندية ديال أسا، لا مولودية أسا ولا الاتحاد أسا الزاك ولا الاتحاد النسوي، كان كيعاني الانتوراج ديالو كان كيعاني، ولكن الحمد لله درك هي كما كتلاحظوا الإصلاحات بدات يعني في الملعب. الجمعية كتنشط على 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 صعيد السنة كاملة
عندها مجموعة من الأنشطة سواء منها المناسبات الوطنية أو الدينية كالموسم الديني التجاري كان عندنا واحد الدورين. ومن أولى الأولويات خلال الفترة بناء سور وقائي بالمركب الرياضي الجديد تيحونة وبناء خزان مائي وحفر بئر وتجهيزه بالمركب الجديد وآخر بملعب المولى إسماعيل، والحرص على توفير وسائل النقل للفرق والجمعيات الرياضية وتخصيص منحة سنوية للتسيير العادي للمركب الرياضي المولى إسماعيل وكذا القاعة المغطاة بآسع. هذا المجال يعني كان عنده الحظ الأوفر من دعم المجلس الإقليمي، خصوصا الجمعيات اللي كانت تنشط في هذا المجال، لان عندنا جمعيات الحمد لله اللي منضويه تحت اللواء الجامعه والعصاب، هناك فرق تمثل الاقليم في الانديه الاول وكذلك في القسم الثاني. هاد الانديه يعني كيتم المجلس الاقليمي يعني كيدعمهم، وهو الوحيد اللي كيدعمهم هنا في بالنسبه للاقليم. كذلك هناك يعني تم ترميم يعني او تهيئه ملعب مولاي اسماعيل وتوفير يعني حفر بئر وخزان وتسويد الطاقة الشمسية، وكذلك يعني بناء سور الملعب تيحونة الجديد. وقد شهدت حصيلة هذه السنة نهضة رياضية كبيرة بإقليم ياسزاك تأتي لتجسد وتبلور مجهودات مختلف الهيئات المتدخلة حرصا على جعل إقليم ياسزاك إقليما رياضيا بامتياز. تفاصيل جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد طي تقرير الزميلة نعيمة الدودي. البداية من صحيفة الأحداث المغربية التي كتبت: أدانت جمعية أصدقاء المغرب في بولونيا بقوة الدعاية التي تقوم بها البوليساريو ورعاتها حول محاكمة المتورطين في أحداث كديميزيك. وأضافت الجمعية: نذكر أن العديد من الهيئات الدولية قامت بإنجاز مهمات في عين المكان كمنظمة هيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفرق منظمة العفو الدولية، كما أن البرلمان المغربي شكل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، فضلا عن المنظمات الوطنية غير الحكومية التي أنجزت مهمات بمكان الأحداث وأعدت تقارير شاملة حول هذا الموضوع. صحيفة فبراير كوم كتبت: أعلن رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق والمعارض البارز علي بن فليس مقاطعة حزبه للانتخابات البرلمانية المقبلة، وكشف أن قرار المقاطعة ناجم عن عدم ثقته في نزاهتها كونها غير متفق على طريقة إجرائها بين المعارضة والسلطة. وأكد بن فليس أن قرار المقاطعة لم يتخذ باستخفاف ولا بتسرع ولا كرفض مبدئي ومتعنت لكل ما يصدر عن السلطة السياسية القائمة، وكشف أن النظام الجزائري الحالي يعيش أزمة سياسية هي أزمة نظام سياسي هرم وتعب لا بد من تغييره. ومن يومية الصباح نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدنا الثلاثاء، وكتبت: دعا جلالة الملك محمد السادس وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى وضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير من خلال وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لها والقضاء عليها. وحسب ما كشف عنه الوزير الرميد اليوم الاثنين خلال الكلمة التي ألقاها بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أن جلالة الملك دعا إلى التصدي الفوري والحازم لهذه الظاهرة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمود الزبير عن عمر يناهز 91 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد غيلان. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة قيدور بنت محمد عن عمر يناهز 90 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة مغي ميمة. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى نفال ميمونة عن عمر يناهز 61 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أولاد تدرين أولاد ياسين. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث من المتوقع أن يظل الطقس مستمرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية في باقي جهات المنطقة. درجة الحرارة بالعاصمة الرباط 17 درجة.
21 بكل من قليميم الطنطان أس بكراع، 22 بكل من طفايا العيون، 24 ببجدور، و 19 درجة بسيدي إفني. ثمان عشرة بقلت زمور، 25 بالداخلة، 26 بالقويرة، 20 بأمدريقة، و 24 بأوسرت. بالنسبة لحالة البحر سيكون هائج إلى قليل الهيجان، وعلو الموج سيتراوح ما بين المتر إلى المترين بحول الله تعالى. شروق الشمس غدا بحول الله تعالى بمدينة العيون سيكون على الساعة 7:48، أما غروبها فعلى الساعة 6:16. مقاييس درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا: 16 درجة بتندوف، 17 بالرابوني، 19 بتودني، 34 ببامكو، 20 بأطار، 26 بنواديبو، 30 بنواكشوط، 32 بكيهي. إلى التذكير بالعناوين. تابعنا في النشرة انتخاب السيد الحبيب الملكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيسا جديدا لمجلس النواب. ومن إقليم أس الزاك رصدنا لريبورتاج حول المسالك الطرقية ودورها في فك العزلة عن العالم القروي. ومن الطنطان تابعنا فعاليات المسابقة الثالثة لسباقة الهجم. وفي الرياضة بسمارة تابعنا منافسات البطولة الجوية في تقنية الكاطا. ختاما يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snrt1ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية corcas.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون مع إعادة لهذه النشرة غدا على قناة المغربية. نشرتنا انتهت، أطيب المنى وإلى اللقاء.